نبيل عبيد ومعكم الكل ومع ضيوفنا ايضا اللي كل مره يجي بحذنا واحد توا اكيد بديتوا تستنسوا بها لان اكثر من مره تجي بحذنا في فقره احكي لي بسي مع منصة احكي لي هي ليليا تليلي مختصه في علم النفس. مرحبا بيك السريري تقول لي ديما زيد مرحبا هاك زيد. صباح الخير نبيله وصباح الخير للساده المستمعين الكل. مرحبا بيك. نحن شهر اكتوبر معروف هو اكتوبر الوردي لانه فيه نتحدثوا نحسوا نهتموا بموضوع السرطان وأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي سورتو. اليوم مش نحكيه على المرض هذية والصحة النفسية، هو كما كل الأمراض أي من الإنسان ديما في حاجة أنه يتلهي بصحته النفسية مش يكون لباس، والعكس بالعكس زادة بصحته مش تكون صحته النفسية لباس. به نحن في الموضوع هذي منين نبدأه؟ نبدأ في الموضوع هذايا بالدياجنوستيك بالكل شيء اللي هي أهم حاجة التشخيص التشخيص والإعلان عنه. وكعليش هنا سامحني مش قص عليك كل التظاهرات المنظمة بالمناسبة من أي مفتوحة من عيادات مجانية من زيادة لقاءات عبر وسائل الإعلام مع الدكاترة يقولك أول حاجة هي أنك تتفقد روحك. تتفقد روحك، اللقاء خير من العلاج. أنك تتفقد روحك دجا هذك اشتر الحماية متاعك، ومن بعد يجي إذا يا الله لا يقدر واحد مرض التشخيص صعيب ياسر نبيلة على المتلقي على المريض على خطر هو في حد ذاته أنونسي لو كونسير سي ان شوك. هو الانتظار بين التشخيص والنتيجة هذيك التعب هذيك تمرض ديجا لاتونت في حد ذاتها التعب. أنا طول سألتك قلت لك مدام ليلي على شنو مش نحكيو على كيفاش المريض بيدو يتلهي بصحته النفسية ولا المحيطين به كيفاش يلعبوا على الجانب النفسي. قلت لي على الاثنين الزوز الزوز على خاطر حاجتين ما ينفصلوش على بعضهم. المريض كي باش يتلقى الخبر نتاع التشخيص كيف ما قلت لك نبيلة باش يكون ان شوك وباش يأثر له على بدنه وعلى نفسيته الزوز. العائلة كيف كيف العائلة على خاطر مش بسهل عليها باش تتلقى الأخبار هذية وباش يدخلوا فك الدوامة متاع الحلقات العلاجية وتأثيراتها. دونك لو كونسير سي ان كون كي سير ا بوكو دو شوز. شفتوها جو دو مو ما هو معناها سي ان كون كي سير ا بوكو دو شوز اللعين الذي معناها يصلح لبرشا حاجات. اولها انك تبدل نظرتك للدنيا نبيلة احنا اوني توس condamné à mourir. On connaît un arbre pour nous donner un arbre. Et malgré ça, ça ne nous empêche pas de vivre ou de nous avoir un objectif ou de nous faire. La différence avec le cancer, c'est que tu sais que tu as quelque chose qui peut se faire à la mort de la mort ou que la mort est de Dieu et de l'âge. Mais dans le cancer, il y a beaucoup de choses qui se changent dans l'homme. مش الوجع اللي باش يحسها والا الامباكت نتاع الدواء اللي هو البروتوكول الطويل العريض والخلفيه نتاعو وانما زاد يبو سوليسيتي برشا احاسيس كيما الخوف كيما الغش كيما الدبرسيون وهذايا اللي يخلي الارضيه مؤهله باش انه الصحه النفسيه نتاع مريض السرطان تتاثر. دونك شنو نعملوا ايش نعملوا قول قايل نبيلة أنا باش نتلهي بالدواء ولا بتأثيراته ولا باش نتلهي نمشي للبسيكولوج. يظهر لي مع بعضهم هو مع بعضهم. أول حاجة في المرحلة هذه واللي هي مرحلة حساسة يلزم المريض يتلقى الأخبار متاعه ويفهم شنو اللي عنده شنو نوع المرض ولا إلى أي مدى ينجم يعني نحكي على البرونوستيك وين ينجم يوصل به المرض وين ينجم زادة توصل لدوكري متاع النجاحات في انه يتجاوز لكمبا هذايا. ثاني حاجة يزم يتم تفسير زادة نفس الشيء للعائلة باش هي بيدها تكون سند القوي اللي باش تعاون المريض في البريود هذيك. في البريود متاع لكمبا دو كونسيرو يلزم فما برشا حديث يزم ديما يحكي يلفو متر لي مو سور لي مو. وكي هو ما يحبش يحكي مثلا نعرف حالات اللي ما يقولش حتى لعائلته مش ما يحيرهاش ويقعد يعيشك الكومبا هذاك وحده مش ينجم يعيشها وحده يا نبيله. وانت تعرف على خاطر في في في, في الوقت في مع مرور الوقت فما برشا حاجات باش تظهر على البشر ظهر اللي هو مريض. شو تقولوا لهم انتم؟ خلي الناس اللي تسمع فينا تستفيد منك. شو نقول شكون؟ للمريض؟ للمريض. المريض انا اكثر حاجه نجم نعملها اني نحكي مع المريض نخليه يعبر على احاسيسه
نخليه يتقبل المرض ونخليه اوليو انه يخمم في المرض يخمم شنو اللي مازالوا باش يعملوا، قداش مازالوا من هدف يزموا يحققوا، قداش مازالوا من حلمة يزموا يحققها. مع كل شعرة تحت يا نفيلة، ومع كل لون تخطف من البشرة متاعك، ومع كل لمعة تنحات من عينيك، تبني حلمة جديدة وتقطفها. وني توس كوندانيا موغيغ، أما مانيش الكل قاعدين نعيشو. اللي باش يأثر فيك هو الخوف. الخوف ما يمنعكش، الخوف مش باش يمنع. أنا ما عنديش اون غوسيت وإلا اون باغيت ماجيك وإلا عندي ان بروتوكول حاضر للمريض السرطان اللي يقول له إجا باش نعاونك راني باش نخرجك منها، مش صحيح. اللي باش يعاون روحه وهو المريض، ولكن لونتوراج يلعب دور كبير. نجيو للونتوراج تو. عملت انت رسالتك للمريض بيد وربي يشفي ناس الكل المحيطين به، عائلته وصحابه الناس اللي يعرفهم. العائله عندها دور كبير برشا بالنسبه لمريض السرطان، الاصحاب عندهم دور كبير ياسر، على خاطر وقت اللي يلقى روحه محاط بناس تسمو، محاط بناس اللي تنجم يعمل عليهم وقت العوزة، هذاك الكل راهو يساعده باش انه يزيد يقاوم. وقت اللي يلقى عباد ما تحكيش في المرض ولكن تحكي له على دنيته، تحكي له على حياته، تحكي على الحاجات اللي جمعتهم، سيد لوندورفين اللي هي هرمونات السعادة اللي نجموا يعاونوه باش ينجم يواصل. لو كونتاكت مع الفامي ما يزموش يتقص، صحيح مش بيده، ينجم ينحاز من بعد الايزولاسيون، ينجم ينحاز لانه يسكر على روح الدنيا، الحزن، هذا كله راهو داخل في البروتوكول وداخل في البروسيسوس نتاع المرض. ولكن يلزم شكون يكون مع مريض السرطان اللي واعي، اللي فهمه، اللي يحاول يكون كما نقولوا احنا عصا سيدنا موسى اللي باش يتك عليها باش ينجم يتجاوز المرحله هذه. مرحله صعيبه. الموضوع بيدو صعيب، انا تقول الموضوع هذا، اما فما برشا اللي تجاوزوه، وفما برشا اللي بالعكس زادوا حقوا نجاحات في المرحله هذية. علاش؟ على خاطر حطوا اهداف، على خاطر يحبوا الحياه، وعلى خاطر اهم حاجه منين بربي. وبهذايا نختموا لقنا معاك. شكرا ليك ليليا تليلي. كانت هذه فقرتنا البسيكولوجية. نحن غنية نهديوها لكل واحد يسمع فينا، خاصة لمن يعاني من أي مرض. لا تنحيني، خليك قوي، خليك واقف، راهو الموت والحياة ديما بيد ربي، والمصير متاعنا ديما بين يدينا. كل مؤمن بالله حاجة نبيلة، أنه منصة أحكي لي فيها البسيكولوج البسيونكولوج زادا اللي نجموا يكونوا أونليني ويرافقوا المرضى هذوما اللي يمروا بمرحلة حساسة برشا في حياتهم. وين نقول اللي غدويكا تكون الدورة الثامنة من ماراثون نوران. أي. جمعية نوران للوقاية وتقصي أمراض السرطان. تقول اللي غدويكا في إطار ديما أكتوبر الوردي يكون ماراثون في شارع حبيب بورقيبة بالعاصمة، في العاصمة تونس. غدوة الصباح، فامشي وما في حد شيء، هو معناها تنجموا تحضروا، تنجموا تعاونوا، تنجموا تتبرعوا زيدا مش ننقذوا حياة برشا ناس. هذه جمعية نوران، وأكيد سمعتوا في مختلف برامجنا حديث حول التظاهرات اللي تنظم بالمناسبة. نسمو أغنية، نتمنى لك نهار مبروك سعيد، وانت زيدا عايشة، ونتمنى الشفاء لكل واحد يشكي من أي مرض، ربي يشفي ناس كل ويمتعكم الكل بالصحة. نسمو وديع مراد، ومن بعد نخرج معاكم للسوق في فندق الغلام باش نشوفوا الأسعار اليوم شنو حوالها وشنو المواد المتوفرة وشنو المواد ربما اللي فيها نقص. نهاركم طيب، ابقوا معنا.